ومحبيه وأعضائه افتتاح فرع جديد بيضاف إلى فروع النادي الأهلي. ازاي شفت اليوم ده معالي الوزير في يوم الخميس في افتتاح فرع النادي الاهلي الجديد؟ والله طبعا هو بالتأكيد أي منشأة جديدة بشكل عام رياضية هي بتضيف للكيان الرياضي، ايوه فما بالك إذا كان إن النادي الأهلي وهو أحد عايز أقول أعمدة الرياضة المصرية بيقدم لأعضائه في، أنت عارف النادي الأهلي طبعا له محبيه وعشاقه وأعضائه في كل مكان، ايوه فالنهارده لما بيفتح فرع في القاهرة الجديدة معناه انه بيخاطب هذه المنطقة وانه بيسهل تواجدهم. انت عارف طبعا النهاردة بيبقى في فرق كبير جدا ان انت يعني تبتدي تتحرك للنادي بتاعك وانت مثلا على بعد خطوات. صحيح بيبقى في حنين الى النادي الام اللي هو نادي الجزيرة، ايوه اهل الجزيرة، انما في الاخر انت طالما من سكان هذه المنطقة انت ايوه بتحب ان انت يعني يبقى ده المكان المحبب ليه، فطبعا دي خدمة جديدة بتتقدم. في نفس الوقت جهد مشكور لكل إدارات الأندية أو أعضاء مجالس إدارات الأندية السابقة. صحيح هذا المجلس بيتوج جهد الآخرين، إنما ما نيجي ندور على مثلا نادي الأهلي مدينة نصر، النادي الأهلي مدينة نصر بدأ خطواته الأولى الكابتن عبد الصالح الواحد ايوه رحمة الله عليه، الله يرحمه. استكمل المشوار الكابتن صالح سليم ايوه بإدارته في هذا التوقيت لغاية ما خرج هذا النادي إلى النور. نفس الشيء بالنسبة لنادي الأهلي الشيخ زايد، بدأ في عصر الكابتن صالح سليم ثم طور هذا النادي وجعله في أفضل حالاته المهندس محمود طاهر. مظبوط. المهندس محمود طاهر هو أول من عمل بجدية في فرع القاهرة الجديدة، ايوه وأول زي بيقولوا رقم شراء هذه الأرض وهو على ما أذكر 50 مليون جنيه كان دفعها مجلس محمود طاهر، وجه كابتن محمود الخطيب بمجلس إدارته كمل المشوار ايوه نجح في إن هو يظهر هذا النادي إلى النور. فأحلى ما في هذا الأمر إن كلها إدارات بيكملوا بعض. بتساعد بعضها، ودي هي روح النادي الأهلي. عشان كده كان التجمع يعني زي بيقولوا جمع بين كل أعضاء مظبوط. ولاعبي النادي الأهلي والمسؤولين في الرياضة، وأعتقد أنه كان يوم مبهج في الحقيقة. نتمنى أن يكتمل هذا اليوم بفوز بإذن الله، مطمئن بكرة بإذن ان الله شاء تعالى. الله. وده هيودينا لمباراة الغد كابتن طاهر، وهي مباراة الأهلي مع الوداد.